اخويا جعان. بقول لك كيف اخويا، وقت فطور تو. ربي يرضى عليك اخويا. فيني فروج يا اخويا بالليل عاني كيف. ربي ربي نوب. صدق اخويا. والله لا عندي ورس اخويا. عاملوني. اخويا نمشي نصرف ونرجع لك. ربي يبارك فيك اخويا. شنو الهم هذا وين نمشي نلقاك متطلبوا يا صاحبي برا كالجمل برا نمشي نخدم على روحك. باغبني في صحتي. في بلاصتك نمشي نقتل روحي انا ولا نمد يدي للعبيد مرخصكم برا نجيب لك محليه لعائلتك يهديك. انا عارف كم نطلب خويا ما عندي عائله. اي برا وش على خدمه واخدم خدمه حليل خويا وتمد في يديك مرخصك واعمل عائله واصرف عليهم. فضحتونا خدمت توريست. ما عندي حد في حياتي لمرا اصغر لك. في بلاصتك نمشي نظف الكياسات ننظف الزيكوات ننظف التواليتات ولا نمد يدي للعبيد هكا ونرخص روحي. ما نعرف كم نطلبك اهو. مخي على قدو خويا. شي ولدي تقوم عمل تضر روحك وعمل قيمة يهديك وبرا مشي عمل على ضريعك دز البالة قلع على فرنكة بتاعك بالحليل ما تحشمش ما عندكش كي رخيص. مش نسألك خويا. اسألني وما تطلبنيش فلوس. تخدم انتي؟ لو ما نخدمش اما كل يوم نقوم ونمشي لوج على خدمة ومعمل على روحي ويدي من مدها لحد. اي ملا برا شوف حل لحياتك جيت تعلم في هنا في الدنيا انتي. انا معرس وبصغاري وبكرهبتي وبداري. شنيا؟ تصور الخير والبركة ما شاء الله مستوري. يشوف انت حل لحياتك تنصح فيا بالطلبة عملتوا هذا الكل؟ اي بالطلبة معتين من عند ربي نحلى كيكة في سبرنا كيكة. معناها مش تقولي الطلبة فيها فلوس؟ انا اقل حاجة في النهار ندخل في مليون. مرتي تطلب قدام الجامع لسانها حرير اللي يخرج من الجامع تقول له الكريم تاع ربي يتفكر يوم القيامة يعطيها لي في مكتوب. عندي ولدي سبيسياليتي جمعيات واحزاب القوة لربي محسن مضمر. بنتي وخوها الصغير تفكر ميسنجر في الفيسبوك. الدوخ شيء غريب ما شاء الله الله أكبر يدخلوا أكثر منا الكل. ما عطيه من عند ربي كيك. مش عيب الطلبة في سبرنا ما هيش عيب. حرفة حرفة العيب هو كتموت فقير كيفك انت. هي ما فضيحة يا أخي ما تخافش من كلام العباد. شي فهم هذي. هي ما هم بعد يقعدوا يحكوا يقول لك أو يطلب. كون رقعة. كيفاش كون رقعة تنحي اللي تنحي هولهم انت رابح وما تحشمش. لازم يهدي خمم هكا معناها. حاجته تقسمها معاه كون اذكى منه باه. الناس الكل عندهم نقطه ضعف تدخلهم به وتستغلهم بالعواطف بالمشاعر بالدين. قارنها قرايه معناها التسول هذا. لا مش نعطيك تكنيك صغير. تطلب حاجه ما حاجتكش بها صغيره منه يقول لك ليه. تطلب الحاجه اللي حاجتك بها غادي يحشم على روحه ويمدها لك. هذه باش تنجح 95%. تكنيك ذكي خدمه حرفه. تكون رخيص ومتسول وعندك فلوس وما تكونش خويا هكا جايبني بخشمك فهمني وفقير. برجو ليا نحب نولي متسول حتى. انت كيما ولدي الصغير وبنتي متاع ميسنجر. انت الجيل الجديد انت لازمك تكون طليب متاع ميسنجر. تطلب غادي زعما عريت اصحابك الكل تبعث لهم نفس الميساج ويعطوني فلوس وتستخطف اللي باش يتاعي يخلص. كيف يقول لك عنده انترنت وتليفون علاش ما يبيعهمش يطلب فيهم؟ يا ولدي كون لقها واعمل فيها الدرويش تعيش في البلاد يهديك وخلي نخدم على رواحنا. يخدمني معاك الله يرحم والديكم. اقعد اقعد انا لله صدقه يرحم والديك. عاونونا امان لله ربي صحيت.